القدم او في عالم الرياضه. في بعض الصفحات الاخرى تلاقي او بعض الشباب اللي بيكتب على السوشيال ميديا نفس الكلام، نفس الكلام اللي مكتوب هنا مكتوب هنا مكتوب هنا مكتوب هنا. فخدوا بال حضراتكم بالنسبه للموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. لا، الدوري لسه ما خلصش، كره القدم تعرف كل شيء. اللي بيتفرج على مباراه او اللي بيتابع مباراه ريال مدريد وبرشلونه، الشوط الاولاني ريال مدريد مقطع برشلونه، ريال مدريد مقطع برشلونه، ولكن ممكن برشلونه يطلع زي السنه اللي فاتت ما حصل بالظبط، ممكن يطلع برشلونه كسبان 3-4 في الاخر. هي دي كره القدم، هو ده اللي احنا عارفينه عن كره القدم. النادي الاهلي عنده لعيبه تقدر تموت نفسها في الملعب وتجتهد، النتيجه دي دايما بتبقى بتاعت ربنا، فلسه بدري على هذه المقوله. اتمنى من جمهور النادي الاهلي ان هو ما يسمعش هذه المقوله، اتمنى من جمهور النادي الاهلي ان لا يردد هذه المقوله، لانها مقوله خاطئه الغرض منها هو التنويم المغناطيسي لجمهور النادي الاهلي، وبالتالي يصل للاعبين، لان اللاعبين نبضهم من جمهورهم. اللاعبين نبضهم من بيشوفوا الجمهور وبيكتبوا ايه على صفحات التواصل الاجتماعي، لانه الجمهور اللي بيخش الملاعب قليل، وبيشوفوا برضه من ال 20 50 واحد اللي بيخشوا الملعب اذا كان هناك 20 او 50 واحد. وخدوا بال حضراتكم، كل المغرضين او انا اسف كل من او بعض من لا يشجع النادي الاهلي قبل المباريات المهمه، قبل مباراه النجم، فاكرين قالوا ايه ولا مش فاكرين؟ ملك وليد ازارو وكذا وكذا وكذا، واحمد فتحي وكذا وكذا وكذا. النهارده عندنا مباراه مهمه مع واحد من اكبر الانديه المصريه، النادي الاسماعيلي. المباراه بتبقى صعبه مهما كانت حاله النادي الاسماعيلي، وخدوا بال حضراتكم حاله النادي الاسماعيلي كويسه جدا، فهي مباراه صعبه. عندك اصابات، عندك اصابات، هتكلم في النقط دي بعدين، ولكن خليني الاول اتكلم في موضوع التنويم المغناطيسي اللي احنا عايشينه اليومين دول، او اللي هم عايزين يصدروه لجمهور الاهلي، وبالتالي يتم تصديره للاعبين، وهو ده المطلوب خلال هذه الايام. من ضمن السكريبت اللي متوزع النهارده زي ما قلت لكم، فجأة لقيت طوفان من الكلام، طوفان وناس بتكلمني على التليفون، وناس بتعمل التليفون مش عارف اشحنه من كتر التليفونات اللي عماله تجيلي، وانا برد على كل التليفونات، خدوا بال حضراتكم طول ما انا فاضي برد. لان انا يهمني ان انا اعرف الجمهور عايز ايه، الجمهور بيقول ايه، جمهور النادي الاهلي طبعا بيقول ايه. فمن ضمن الحاجات اللي بتتقال لي، قال لك اصابه رمضان صبحي، انا بتكلم بمنتهى الصراحه اهو مع حضراتكم، اصابه رمضان صبحي اصابه سياسيه، مش سياسيه يعني حاجه، لا اصابه يعني رمضان صبحي عمل نفسه مصاب، رمضان صبحي عمل نفسه مصاب علشان زعلان. زعلان من ايه يا رمضان؟ قال لك زعلان، ما هو خلي بالكم، ما هو الموضوع محبوك، محبوك والقصه واضحه. فقال لك رمضان صبحي زعلان، زعلان ليه يا عم رمضان؟ قال لك عشان رمضان زعلان من اداره الاهلي ان هي جابوا كهربا وما خلصوش رمضان. تخيل حضرتك ان رمضان صبحي اللي بيفكر في ان هو يحترف الموسم القادم بعد انتهاء اعارته في النادي الاهلي بيفكر في كده؟ تخيل رمضان صبحي اللي اتعرض عليه فلوس ضعف الفلوس اللي بياخدها في النادي الاهلي من احد الانديه اللي موجوده في مصر، ورفض رمضان صبحي حبا واحتراما لجمهور النادي الاهلي ولانه تربى في النادي الاهلي. تخيل حضرتك ان رمضان صبحي اللي بالمناسبه الاشاعه قالت بعد الدكتور خالد محمود ما قال ان هو هيقعد شهر ونص. الاشاعه يعني الاشاعه دي عامله زي الايه؟ حاجه بتشوف، انا لازم اشرح، انا اسف معلش، انا عارف ان كلكم عارفين، ولكن انا بشرح من الناس اللي بتتفرج ما بتشجعش او ما بتحبش النادي الاهلي او ما بتشجعش النادي الاهلي. الاشاعه دي بتبقى عباره عن ايدك اهي بتبين الاصابه. فالاصابه اللي موجوده عند رمضان طلعت اصابه بجد وبحق وحقيقي، تخيلوا. هي دي المفاجاه اللي انا كنت جاي اقولها لكم النهارده. اصابه رمضان صبحي هي اصابه حقيقيه وليست اصابه اي كلام. زي مفاجاه كده، فاكرين مواليد ان هو مواليد 97 لغايه دلوقتي؟
فاكرين لما حد اعتقد حد قال على السوشيال ميديا او مش فاكر حد قال لك ايه رمضان صبحي، تخيلوا ان رمضان صبحي وبيكلم ناس بيكلم جمهور، تخيلوا ان رمضان صبحي مواليد 97 لغايه دلوقتي. نفس الموضوع بالظبط، نفس الموضوع بالظبط. ده برنامج تلفزيوني بيقولوا لي، برنامج تلفزيوني نفس الموضوع بالظبط. قال لك اصابه رمضان صبحي سياسيه. لا مش احنا يا جماعه اللي بنعمل، خدوا بال حضراتكم اللي بيصدر الكلام ده كله مين؟ اللي عنده مشاكل. انا ما اعرفش مين اللي عنده مشاكل، نقعد نفكر مع بعض. اللي بيصدر الكلام ده كله لجمهور النادي الاهلي ولمحبي النادي الاهلي هي الناس اللي عندها مشاكل في ناديها، اللي عندها لعيبه بتجري او بتخرج او ما خدتش فلوسها او حصل لا قدر الله اي حاجه،